مساء الخير عليكم ومرحبا بكم مشاهدينا عبر برنامج جديد. اليوم راني في تجربة جديدة مع زميلاتي، هتكون انطلاقتي في عالم الإعلام والتنشيط في الجزائر. فخورة جدا بوجودي مع هذه التوليفة لما بين نكون توليفة ما بين الإعلام والفن والجمال. وهذه هي المغامرة وهذه هي الجرأة نتاع المرأة، لازم دائما تكوني جريئة. كما كان مباراة أربع نساء وحتى غلبوني. وين ما نروح أنا جو فواياج بوكو، وين ما نروح جو فوا كو لي كوبل كامل سون دوفنو سيليباتير. أبغض الحلال عند الله هو الطلاق. آه. على بالي هذا الموضوع يجرحك ويجرحني. المرأة راهي تدير في روحها ند مع الرجل. يمكن نرجع للفلاحة ونرجع لحاجة بسيطة جدا. حاجة لا، لأنه التكنولوجيا أصبحت مؤذية جدا. دوكا بالاستقلالية نتاع المرأة اللي ولات مستقلة ومتحررة، ولات غير يوجهها راسها تطلق الرجل. اليوم لهنا وينباع 500 مليون، يعني المرأة لازم تصبر. صح. مهما كان. تحت مسمى زوجوه يستعقل. مؤسف. زوجوه يتربى. صحيح. أفر تاع إيكو تاع أنانية، واحد يشفرح رجلة يطلقها. دونك المرأة تخلع راجلها تعطيه مبلغ مالي، يعني تشتري حريتها. من بين أجمل الحوارات اللي درتهم في حياتي.